كل شيء. يوم ركب قلت لي الرجال جايك المرأة طلق، يقول إذا ما روتوني إياه والله ما كنت عندي سلعة مدة عمري معه. قال حسبي الله علي، أول ما براوي أحب براويهم، أحب براويهم براويهم. قال جيب المشتخ، جيب المشتخ وبطل المشتخ وظهر الحصارة والقصيبي والكيراوي الكيراوي وأحمد بن عيسى وضحية ضحية تولوا هذه كلهم جابوها. قال يلا تبينا أقعد؟ قعدت هاي الطلاق التفق بتمهرها مهرها أعطني إياها أنا أوديها بس أعطيها تمهرها. شنو يمهرون هاللولوة؟ يحطونها في خلق وعقب الخلق خلق ثاني يربطونها بعد ربطه ثانيه سمع وياخذون هذه اللك الحمر يذبون على الضبع وعلى سراج سمع يعني ويتم شمعي يقطر على هذه على الخلق على الخلق ربطه مهر 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 يظهر ولا مهر صاحب بس العلم. اذا انفتحت تبين اي بعد مهر ما يخالف فرحوا يوم هذا يلا حول حول حامي راحوا ولا لكم حالكين ابو البحرين جالين الدانه روحوا باختصار بكم صارت قيمتها؟ تداولتوها بكم؟ انتم بعتوها عليهم بكم؟ اي وصلنا عاد هناك ما وصلنا هناك الا هم طالعوا من البحر ابو بيبر دخل كل يوم شافوه قبل لا يوصل بيت دوام بالحصن ولا هم جايين هم الحصن ولا سياراتهم واقفه ويا البحر حولنا قال لي حياك يا بابا حسن القصيبي جاي روحك قال وين توديني؟ قال وديك حق عبد الرحمن قال لي لا تخليه يقعد ابدا امشي اوديك حق عبد الرحمن قلت له ابدل ثيابي روح البيت قال خلي ثيابك يجيبونها لك وانت السياره. احنا عمي نبي باختصار بكم يعني شلون صارت الالوه الحين احنا اخذنا نص ساعه راح نتكلم عنها نبغي سوالف الثانيه اللي جايه احلى. هذه احلى وصلنا هني يعني بس قولي بكم ابتاعت بكم شراها من شراها وين راحت؟ وصلنا هني بس يا ثيابه وداها حق عبد الرحمن. راحوا عند عبد الرحمن ذاك اليوم فتحها وشافها. قال نسوي بيع وشراء اليوم قال ما لا اليوم ما نسوي بيع وشراء باكر تعال لنا ونسوي بيع وشراء راحوا يا باكر بكم قال القماش كله الحصبة ما بنفسه وعندنا قماش ما بيعك الحصبة ما بيعك الحصبة الا بالقماش كله اعطيناهم الرقم كله الرقم أربعة الكوك وشيء بروح على القماش أربعة الكوك 30,000 يمكن وهي بكم؟ وهي ب70 شرينا وهي ب70 هي تظهر 72 73 فصارت يعني أربعة الكوك هي تقريبا خمسة الكوك خمس الكوك إلا إيه وتالي وين راحت اللولوة دي؟ استوى البيع عليهم يودينا الخمسة هم وخمسة و200 و20 و55 أخيرا صاروا ستة قطوها القماش صرت علي هذا يا عطانية فتت عن مخبوط وانا ظاهر ما شافونا ظاهر حامي ويبر لحقني يبر عقب ما لحقني قبل انا ما فكيت الباب بعد باب مسكوك من الباب نبي العود مسكوك ما ولا طلع قام يبر وقعد على الدهرين كريم والدكيك قال شو تقول الحين سمعته ب60,000 شو التصريف؟ ايش ما سوى؟ ما بشيء. 34,000 او بنقول 40,000 بعد. قيمة القماش. ولك هذا بستة الكوك ما بقى عندنا الا لك 60 اللي هي قيمتها. اي لك 60 ما بقيمة قيمة الدانة. ما بقيمة الحصبة. اي ما بقيمة الحصبة. في هذه ولا جاينا واحد يركب حامي. جبر جبر قال يبيك عبد الرحمن. القصيبي قال شو يا عبد الرحمن؟ اروح على حد متكينا منه وشوف قال لا يبيك ما تبطل الباب ردينا وياه يا مرحبا قايل له هناك نعم نبيها ب70,000 بتبعة الكوك عن الجميع الحصبة باللولو خلاص تلولو يوم ياهو قال زين اخر انت بتعطينا قال قلت لكم الكلام تبونها ب7 الكوك خذوه بس خلاص ما عندي
ركض عبد العزيز العود يعني هو اخوه العود. نعم. ويبوي الحيطه وقال انا مش حقي. والله عبد العزيز انا استحي منكم ايش اسمه حقك تستحي خمسه سته. قال لا لا استحق من كزيد. قال لا 10 اركض يا عبد الله اخوهم بعض. قال في الجبيل هناك اكثر هو. قال وانا ايش حقي؟ قال حقك تبن. بعد عبد الله علي الله ما يهتم امر فيك له بعد زرق يا بر دحيح افا افا يا بر انا في اخواني قال زين فكني بعطيك 5000. قال والله حب بخشمه وحب راسه انك تعطيني مثل اخوي. قال له مثل اخوك وفكني. طيح راحت شيء قحص يا حسن بي حسن نشيط وفاتن بعد ولا. قال له وانا؟ قال مالك ولا بي زيد بس انا ببيعكم خلاص. قال سدحه ولا سكر على فمه ولا محبب والله انك ما تعطينا انزل من اخواني وانك تعطيني مثل ما اعطيت اخواني. بعد تفكر ما يقدر يقوم يلا راكب فوق صدر مره اخير. قال له لن بعطيك بعطيك 5. قال له لا. قال له بعد قال له تعطي محمد اتفق اتفق بخمس اصمد لي مصوره على طولها تعطيها الولد محمد. قال له بعطيها وافق توافق كل شيء. قال له تدري يا بر يقول لك صيف بعد الحين استانس لو لي واحد الحين على المقصد ويقول لي ابي اشوف فكري بعطيك 10000. يقول بعطيه انا رويها ما جرعت. قال والله لو 20 ما راويته يعني ما يراويه لو يعطيه بس بيشوفه بيدفع له 20000 بس يراويه مو براوي. الله هل قد عزيزه لا النهايه هي عزيزه ولا يبي واحد يسمع عنها ذكر بعد. شو اسمها من اي نوع؟ شو اسمها بس دانس اسمها؟ جوهرة يسمونها. بس فائقة يعني فوق كل شيء. جوهرة الفائقة يعني. فوق كل شيء. يسمونها الجوهرة فائقة يعني فائقة. خلاص ما فوقها ابدا. ابدا ما ظهر قبلها ولا بعدها. اي نعم. نعم. ما فوقها. اي فأنا سألت وهذه اخرها. خذوها القصابة بهذا الصفة حطوها على ما يحب ياهم الفكتور يركض. يا محمد علي شيخ محمد علي هذيك اللي في هذه محمد علي زينل. اي كان بعد احد الطواويش. اي هذا في جا في ميثم. اي هناك في الليل قاعدين في دكتنا احنا في سيبر النيم. ولا يقول يعني واحد وهم هذا قاعدين ما يبغوا يتبينون يعني انه هو الراشد بس. قال لي يبيك ياسم ياسم كانوا وينك الميثم الميثم هناك شيخ ميثم يوم الحصن. رحنا قمت انا بسكات بعد ما بيدوا رحت له وياهم لبيت ولا هذا جاسم كانوا جاسم كانوا بعد ما الرجال الطيبين مثل ما قال اتفق بكلامه. قال راشد قام جايب لي نيطان وذاك الوقت كل الخارج ربيان وجايب لي الكذا 15000 عند محمد علي ما يبي رده عسى ما يشتري. فاهم؟ نعم هذه لك الحين هذه انت قبضها الله واخوك يبر هذه اي 50000 بتعهد ياسم كانو اي زياده على كل ما يعطونا لو يعطونا مئات الالاف فوقها 50 فوق زياده 50000 بعد ياخذ هذا اللي قاله جاسم. جميل اي قلت والله كلامكم ببلغه يبر واما انا باخذ يعني على اسوي لك درب على على ما يوافق عليه يبر ما يمكن اقدر اقول له انا قلت كذي ولا اخذت من اعطوني كذي وافق ما يصير ما يمكن انا ما ابغى ذلك. قال لي يا رجال يمكن تفقونهم انت ما عليك خذها. قلت لا قصيت عليكم قصير ما بزيد انا ما ما وين راحت عقب هذه الدانه هذه وين راحت؟ خذها عاد فكتور هذاك السير وين احنا بيلها خبر شو سوى فكتور راح شيخ حمد فكتور منه فكتور؟ فكتور يسمونه فكتور هو اسمه فرنساوي 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 ويقولون يهودي اصليته ايه؟ انا من فرنسا من يهودي مال فرنسا. وبعدين وين راحت اللولوه هذه؟ زين الدانه احنا نبي باختصار اقول لك هذا باختصار الحين انا بظهرك راح شحنت ما عندنا خبر له شيخ حمد علي اي نعم راح شيخ حمد ويا مره
في قهوة نعم. أو في خاد أي. أو في فندق أي. والله ما أعرف بعد هذه يعني كيف. وقالت له أنت من وين؟ أي قاعد يبقى هي قربت على الدبان أي. قالت له من وين؟ قال لها من البحرين. قالت الشيخ البحرين. قالت شفت هذه؟ أي ابنها هذه ما يذكر من البحرين أيضا. قالت هي كم خذتيها؟ قالت 40 جنيه. 40,000 جنيه. 40,000 جنيه. الجنيه ذاك الوقت 12.5 أو 13.5. الله. سعر. بريطانيا هذه. إيه. استرليني. هي قالت حق الشيخ حمد بن عيسى. إيه قالت الشيخ حمد بن عيسى. جات سمو الأمير. 40,000. كم تستوي؟ تستوي 5 الكوك و20,000. ذاك الوقت. إيه ذاك الوقت. 5 الكوك و20,000. إيه. ظهروا قيمة القماش كلها. كلها. زين اسباب انتهاء الغوص وكساد اللولو طبعا الياباني المعروف اللولو الموجود الحين من وين يجي اللولو الموجود في البحرين في الخليج وين يجي هم يقولون يجي من اليمن ويقولون يجي من هنا عند جدة ما ادري وين ناس يغوصون ويقولون وهذا كله حريق بس اللولو هذا مال الناس المتداول هذا اللي عندهم قبل هم الحين اللي غيلوا فيه ايه؟ عندهم قبل شيء نعم. ويخلطونه باشياء كثيره ما من اللولو ياباني وغير ياباني ايه؟ هذا عيل تصبيغ وما تصبيغ مع العيون هذا. زين قضيه الاول المنازعات اللي تصير بين يا مغشوشه مهب مغشوشه ولا هذه زينه او تسوى او ما تسوى فهذه نعم. المحاكم تنظر فيها المسائل وبين المسائل الغواويس ان هذه لها القدين وهذه لها القد نوع راشد عند الاعلان للحين اعلان الشيخ سلمان بعد الاخير ما يدخل البحرين وش كان دوركم يقال ان حضرتك يا ابو سالم كنت تعرف انت تكتب وتقرا من ذاك الوقت فكنت تمسك الدفاتر وكنت عضو في مجلس ليفضل المنازعات هذه مال التجارة ومال تكلمنا عنه شوي مال الغوص ومال من كان معاك في المجلس مال الغوص أكبرهم يوسف فخرو يوسف فخرو اي في مجلس التجارة هذه اي ومن معاكم بعد بعد محمد ولد محمد طيب ذاك عبد الحميد اي وبحارنا كنا 2 3 اي والله من اقول لك محمد بن يوسف بعد واحد من المحرد اي محمد بن يوسف عمارة قبل اي اي واحد بعد يبحث وبعد والله في ولا زين والرئيس الشيخ عبد الله بن حمد كنت محامي انت في فتره اي على هالقضيه يعني على هالقضايا اللي تمرنت عليها انا محامي على شغلي انا لو ما هم محامي ما محتاج حق المحاماه لكن لياني مثلك نعم ولا بيك هذا حق هذا قلت ان شاء الله وللحين تحل منازعات او شيء من هالنوع الى الحين احنا بنلقي نظره على الدفاتر هذه اي هذه دفتر قديم من دفاترك القديمة. إيه. 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 فهذه حسبة الغوص. هذه. شو يقول؟ حساب الرفيج عتيج بن محمد. عتيج بن محمد شاهين. هذا حسابه. عتيج بن محمد. شاهين. شاهين ساكن المحرق سيب. وهذه. محمد ابراهيم الذوادي الحوره غيس يعني احنا لون في اي صفحه اذا كان عندك فهرسه فهرس بعد فهرسه ها هناك في الاخر في الاخر الفهرس اي لا فهرس هذه اساميهم اي اخذها على الابجد بعد على الابجديه صح هذه الاحمد هذه الالف الالف وجابر وجاسم هذه الجيم صح صح إيه؟ وهذه الحاء حسن وحسن وحسين إيه؟ حجي الله الله اللي تبي الى الياء الى الياء عجيب هذه دفاتركم القديمه هاي دفاتر اشوف الحقيقه وايد فيها اوراق منفذه إيه؟ فيها اوراق حكوميه وفيها إيه؟ اوراق هذه بعض نكتب على البحاحير اوراق اي اللي حسبناهم اي واللي اعطيناهم اول مره عن النكران عقب ما كثرت اي بعض الرجال يشتكون على انه واخذتهم اي اي فيصير يعني هذه فتضبطون الحساب هني من كان بعد يضبط حساب في الدفاتر غيرك ابو سالم؟ شناف
من هو؟ محمد.